بالنسبة للتوقعات غالبا يعني نحن ما زلنا في أوضاع السوق يعني يعاني من عدم شفافية، من ضبابية في مؤشرات الطلب مقابل مؤشرات العرض. وقد أثبتت يعني سياسات أوبك واستراتيجية أوبك بلس خلال 2023 و2022 بأنها يعني تتواءم مع حاجة السوق صعودا ونزولا، وتأكدت بأن هي إجراءات يعني استباقية صبت في صالح استقرار وتوازن أسواق النفط. يبقى التوقعات بالنسبة لي أو نظرة السوق وتركيزه هو على أوضاع الصين التي من المتوقع من خلال الحزم المالية أو حزم دعم الاقتصاد الصيني، وأيضا بمتابعة جدول واردات الصين من النفط الخام والذي شهد ارتفاعا كبيرا خلال شهر 8. من المتوقع إذا ما استمر مستوى الواردات عند يعني المستوى الذي شهدته في شهر أغسطس كان تقريبا 12.7 مليون برميل يوميا، بلا شك هذا يعزز أيضا تعافي الطلب ويعزز فرص بقاء الأسعار قوية، لكن أعتقد أن بقائها سيكون ما بين يعني يدور حول 85 إلى 95 بالدولار البرميل خلال الأشهر القادمة.